السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة وايس دريم تيم. أهلا بكم في الفيديو الثاني من لاعبي برشلونة. عندنا على اليسار خافير سافيولا، إدميلسون وباتريك لايبرت. إن شاء الله رح نتكلم عن هذول الثلاثة اليوم، ويلا ندخل على طول في خافير سافيولا. فخافير سافيولا عنده كل إحصائيات 15%، عنده وجود 8 لاعبي أمريكا الجنوبية من النوع الماهر، وهو يعتبر من الحلقات المكملة للسوليداريتي 8 لعيبة النوع الماهر لأمريكا الجنوبية، وهو جدا جدا ممتاز، خصوصا للناس اللي سحبوا على بانرات أمريكا الجنوبية حقت كاس العالم، وكان فيها بعد نفس البف، فهو هذا هو المكمل لهم، راح يطلعون يعني شيء واو، شيء جبار. لعب ضد أمريكا الجنوبية أخضر، بصراحة كان فريق يعني عظيم 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 جدا. طيب، عند المهارة خاصة حقتها كل إحصائيات خلال كرة القدم المطلقة في الباور 10%، وهذا شيء مرة ممتاز بطاقات سافيولا. هو طبعا عنده كرة عالية عادي، أما عنده كرة منخفضة فهي جيد، معناته 12.5% باف زيادة. هو طبعا مهاجم من أمريكا الجنوبية من البرازيل، عندها قوة هجومية 22000، الدفاع 11844، القوة البدنية 17819. الحين مثل ما نشوف عنده يعني اعلى شيء عنده اللي هما التسديد والمراوغه، هذا يعتبر شيء مره ممتاز بالنسبه للمهاجمين. عنده قوه 6160 معقوله لحد ما، وسرعه 6448. طاقات الدخل ملعب تعتبر يعني جميله جدا، يعني مو بذاك اللي واو واو، بس تعتبر مره مره جميله. صحيح ان عنده الهجوم عالي كمراوغه وتسديد، ولكن السرعه والقوه تحت 7000، ف يعني كويسين لحد ما، كويسين تمام. ولكن إذا جاكل في الباور وشغلته شوف كيف يطلع، يطلع 9397 تسديد، 8810 المراوغة، 7547 في القوة، و7093 في السرعة، ويطلع فعلا قوي 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 جدا. ففعلا قوته حقيقية تكمن إذا اشتغل الفل باور حقه. طبعا السبن حقته 1050 تعتبر شيء مرة ممتاز انها عالية للهجوم. طبعا بالنسبة للكسرة حقته هي كسرة صريحة جدا، تسديد مراوغة قوة والسرعة، مهاجم صريح جدا، راوغ وشوت على طول. يفضل بعد انك تجيك الكره منخفضه علشان الجسم، علشان الكرات المنخفضه الجيد. طيب، عنده مراوغ فاقد سرعه بين اقدام 455، وعنده حس احراز الاهداف طبيعي 475، وعنده تمريره ممتازه 415. بالنسبه للمهارات اللي ممكن تعطيه، ممكن تعطيه ضربه ارجنتينيه الهوائيه المزدوجه، ولكن هذا طبعا الحركه هذه مع دياز، ف ما صح تحطها الا اذا فعلا دياز راح يكون موجود معك في الملعب وراح يكون اساسي، غيرها ما اتوقع يحتاج. يعني ممكن بدالهم تعطيه تمريرات كره قدم البديعه اللي هي ال1 2، وتدخل فائق السرعه من الاحداث الموجوده حاليا من الاس اس ار. سافيولا مهاجم صراحه اشوف انه جدا قوي قوي جدا، خصوصا عنده كره منخفضه جيد، هذه يعني زياده قوه على الاشياء اللي عنده. سريع سريع جدا جدا في الملعب، يعني اول ما تحطه بس في الباور تشوفه داز ما شاء الله، يعني ما تشوف الا الغبار وراه. ففعلا يعني مهاجم قوي ويعتمد عليه، وبيكون اضافه ممتازه للي يلعبون الامريكا الجنوبيه. فممكن انك يا يعني انك تلعب فريق النوادي، او انك تحطه في فريق امريكا الجنوبيه كمهاجم موجود مع مع شو اسمه، مع مع مين؟ مع فيكتورينو يمكن كويس في الهجوم، فيكتورينو يعني ياخذ 33% كباسيف، طبعا نتكلم عن الهدن طبعا، فبيطلع مره ممتاز بيها. تمام، فاللاعب الاخر اللي هو إدميلسون، إدميلسون لاعب بعد لاعب امريكا الجنوبيه، بعد إدميلسون يلعب مدافع ومحور، 1040 استامينا ممتاز جدا، عنده كرة عالية جيد، مدري ليش معنا مدافع محور يعني ما توقع يحتاجه. فيعطي لاعبنا نوادي اوروبا 16% مثل البفات الاخرى، ويعطي وعنده احصائيات 50% بافضلية المواجهة. طيب شباب، 50% مع الطاقات هذه، شوف لما تكون طاقاتها ثلاث عادية، طاقات دفاعية عنده 20000، لحظة التدخل 6200، اعتراض 6930، قطع 7246، يعتبرون ترى عاديين جدا 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 عاديين، يعني مو بذاك الزود. ولكن القوة حقيقية في إدميلسون تكمن في السيدة بصيرة، يعني حرفيا إذا اشتغل السيدة بصيرة مستحيل اللي قدامك يمر، انسى يمر مهما كان. يعني 50% ترى شيء يعني شيء جبار 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 جدا.
يعني لما نقول حنا مثلا 7246 او 46 نعطيها 50% تصير 10000، فوقيس على هذه 6800 وتدخل بعد 9800، شيء جبار، شيء مره جبار. يعني حرفيا سيد البصيره هي اللي راح تخلي ادمسون يكون يعني مدافع من الطراز الاول، والافضل من هذا انه يلعب بعد محور يلعب دفاع، فيلعب مكانه. يعني اللي ما عنده مثلا، اللي ما سحب على بانر امريكا الجنوبيه، او اللي بعد ما طلع على جالفان الدريم كولكشن او مجموعه الحلم، هذا يكون بديل ممتاز ممتاز جدا، سواء في المحور او في الدفاع كله ينفع، اهم شيء عنده سيد البصيره شغاله. طيب بالنسبه للكسره، عندي له كسرتين، كسره دفاعيه وكسره محوريه. الكسرة الدفاعية اللي هي الحمراء تدخل المش، هي كسرة الصفراء، هي الاعتراض 25 قوة 25 السرعة 3 اسلوب 3 و 22 تدخل وقطع. اما بالنسبة للكسرة المحورية او حتى تكون دفاع دفاع جناحي، تمام، هي كسرة الحمراء 25 تدخل قطع سرعة اسلوب، لان اللعيبة الجوانح ما يحتاجون انهم يكون عندهم اعتراض قوي، لان في الاغلبية على الجوانح راح يرفعون او يراوغون او يسوون 1-2. فهذه هي نوعين من الكسور، الحمراء للمحور والجناح الدفاع، والصفراء لقلب الدفاع تحط طبعا في النص. بالنسبة للمهارات، عنده قطع كرة منزل القبالة 475، والتدخل قاطع 440، وتمريرة ممتازة 475. فمهم، مهم جدا انك تعطيه. وين راحت الباكراوند ميوزك؟ راح وقفت راح وقفت. طيب لا، خلينا نشغل حقت مكسيك، ايش رايكم؟ يلا مكسيكانو، السلام. طيب بالنسبه للمهارات اللي تعطيه اياه، مهم، مهم جدا تعطيه اعتراض فائق القوه، تمام. اما بالنسبه للمهاره اللي بعدها، فممكن تعطيه تمريرات كره تقدم بديهه او مراوغه قويه اللي تشوفها انت مناسب. ممكن مراوغه افضل عشان يعطيك يعني خيارات اكثر انك تسوي تمرير او زي مراوغه او يعني اللي هو، فممكن كويس انك تعطي مراوغه افضل من انك تعطي الوانتو، لان بعد الوانتو بعد اس فبتسهلك طاقه كثير. ادنس صراحه يعني مدافع ومحور من الطراز الاول، جبار جبار جدا صراحه، وال 50% سيد البصيره مسكته، والله مسكته. طيب اخر لاعب عندنا اللي هو باتريك كليفرت. باتريك كليفرت حرفيا يعني تشام مطور، عنده كل احصائيات 15%، عنده وجود 8 لعيبه اوروبا من نوع شديد، وعنده احصائيات 15% داخل منطقه الجزاء، وعنده كره عاليه جيد جدا. هو طبعا مهاجم، وحشف اللعب هذا بكل بساطه، ارفع له شوت عاليه يجيب جول، انتهينا. بس هذه فائدتها حرفيا كانه تشام، ارفع له شوت عاليه سلام عليكم انتهينا. لاعب عنده طاقه هجوميه 20000، الدفاع 12000، والقوه البدنيه 18390، التسديد 8171، المراوغه 6122، مراوغته حلوه والتسديد عنده مره عالي، القوه 6190 والسرعه 5168. بالنسبه لي ال 15% حقت داخل ملعب كذا يطلع كذا، شوف شوف شلون 9397 تسديد، 7146 مراوغه، قوة 7119، سرعة 6746، ولاحظ عنده تمرير عالي، التمرير والأسلوب عنده ترى عاليين. ولكن أنا ودي إنه يركز على كليفورت، إنه أرفع جيب جول، أرفع جيب جول، أرفع جيب جول. وأفضل لاعب راح يكون معك باتريك كليفورت الملعب هو ليفن حق النوادي، إن ليفن حق النوادي الهدن حقه، أحد الهدنات حقته إنها رفعة دائما تكون عالية، فتحطها كليفورت تحط شا قدام، ارفع جول ارفع جول ارفع جول. والجدير بالذكر ان عنده التسديده العاليه هو رقم 8، اقوى تسديده عاليه باللعبه، وهذا شيء ترى ممتاز ممتاز جدا لباتريك كليفورت. بالنسبه لي كسر حدود، هي طبعا صريحه 25 تسديد مراوغه سرعه وقوه، ما فيها كلام، اهم شيء اهم شيء انه يكون سريع ويدخل داخل منطقه الجزاء، عشان حتى لو مثلا بترفع له من الدفاع او بترفع له من الوسط، يمديه انه يلحق على الكره انه يوصل بسرعه لمنطقه الجزاء. اما بالنسبه للحركات، عنده ضربه راسيه عاليه 480 يا شباب، 480 مره قوي، وعنده جوهر مهاجم ممتاز، اتوقع انها شوت تاجر شوت ارضيه 475، وعنده مراوغه هي اس 375. اما بالنسبه للحركات، فبتقدر تعطي تسديده ضربه هوائيه واثبه مزدوجه، ولكن نفس الشيء
انصحك فقط تعطيه هذا هذا معك مع كليبورت. نعم مع كليبورت. فانصح فقط انك تعطيه فقط اذا انت كليبورت عندك في الملعب، غيرها ما يحتاج. وممكن تعطيه بداله تمريرات كره قدم بديعه 1 2 او تدخل شديد. طبعا تدخل شديد ترى ممتاز، انه حلو المهاجم يكون عنده على الاقل حركه واحده الدفاعيه، يعني ممكن تاخذ كره من الدفاع اللي قدامك. ف اللعيبه هذول صراحه جبارين جدا، كل لعيبه البرشلونيين اللي جو كلهم لهم فوائد كثيره. وافضل شيء يعجبني في كل لعيبه هذه ان جميع المهارات الخاصه تفيد نفسهم، يعني تقدر تحطه سواء في فريق منتخب حقه او فريق النوادي وكله راح يستفاد منه. ففعلا لعيبه جميلين. خافير سافيولا صراحه يعني هجوم ممتاز جدا. بس اتوقع ان خافير سافيولا اضعفهم، اتوقع ان اضعفهم هو ولا الثاني ما هو ناسي. اتوقع ان سافيولا اضعفهم، مع انه قوي لان هذا اضعفهم. يعني ادمسن طبعا ممتاز جدا للناس اللي يلعبون امريكا الجنوبيه. وباتريك لايبورت خرافي جدا في التسديدات العاليه وفعلا راح يضمن لك الهدف. فهذا هو الجزء الثاني من تحليل لعيبة برشلونة، إن شاء الله أنكم استفدتوا منه. فلا تنسوا شباب شير لايك سبسكرايب، وتابعوني على جميع المنصات تويتر تويتش يوتيوب. واللي حاب بعد يشارك معنا في الباتريون ويدعم القناة تفضلوا، رابط الباتريون موجود تحت في الديسكريبشن. وشكرا، يعطيكم العافية ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.